طيب خليني اسالك اخر حاجه على الظهور الاول الصفقات الجديده، بنتكلم عن رهيمه نداي، بنتكلم عن زكريا الوردي، شفت مشاركتهم امبارح ازاي؟ هي خلينا نقول الاول انها كانت تجربه مهمه جدا للاثنين دول، مش عشان اي حاجه ومش عشان نقيم حد، ما ينفعش تقيم ما ينفعش لعيبه نقيم من في مباراه ماتش واحده اكيد. بالظبط، ولكن خلينا نقول انها كانت تجربه مهمه علشان يعرفوا المطلوب منهم ايه في نادي الزمالك، عشان يعرفوا هما بيلعبوا فين وحجم المباريات اللي هيقابلوها عامل ازاي والمطلوب منهم ايه. ولكن خلينا نقول انهم ادوا اداء كويس. زكريا الوردي يمكن نزل في وقت متاخر شويه، ما لحقناش تحكم عليه بشكل كبير، ولكن هو لعب كويس، لمساته كانت كويسه، وقفته في الملعب كانت كويسه، نظرته للعيبه وتوزيعه للكره كان مش بطال. يمكن شويه ما شفناش منه التحامات في قطع الكوره والكلام ده كله، ولكن زي ما قلنا ما نقدرش نحكم عليه في ماتش صحيح. زي ده. بريمو نضاي لاعب واعد جدا، انا متفائل بيه وشايف ان هو لعيب عنده امكانيات وعنده سرعات وعنده قدرات هجوميه كويسه. فكره ان فيريرا دفع بيه ان هو يبقى فرود بعد ما سحب سيف الدين الجزيري، يمكن ده برضو يقول لنا ان هو لعيب هيبقى عنده ادوار كتير. يعني هو امبارح بس لعب يمين ولعب شمال ولعب في مهاجم، فده يقول لنا ان فيريرا شايف ليه ادوار كتير الفتره اللي جايه، وان هو هيكون لعيب مهم دايما. ان اللعيب اللي عندك في الهجوم يكون لعيب جوكر، يقدر يلعب في اكتر من مركز علشان يدي حلول فنيه للمدير الفني اللي صحيح واقف على الخط. صحيح.